صحيح. النقطة الثالثة اللي أنا مهتم واتصلت علشانها بالنسبة للمعلمين إجازتهم طويلة وهم إخواننا وخواتنا وزملائنا وعلى العين على طول، لكن ودي أنهم انقطاعهم يشوف لهم طريقة بحيث أنهم يستغلون يستفيدون منهم في فترة الإجازات الطويلة، مو شرط أنه يخليه يعني يداوم دوام كامل، يخليه يداوم دوام جزئي على الأقل حتى لو صار في نقطة أو صار في شيء أنه يكون ذو خبرة ذو اطلاع على القطاعات الثانية في أي كان. لحظة يا أبو خالد الآن أنا متأكد أنه أقل شيء سمعنا 100,000 معلم، فاسمح لي أتكلم بالنيابة عنهم في هذه الجزئية بالتحديد، ممكن؟ طيب. أبو خالد خليك صريح وقل لي أنت تعمل في أي قطاع. أنا أعمل في قطاع حكومي. طيب وشو سمه لي يا حبيبي؟ أنا بدون ما سمي أحسن. طيب يعني عمل مكتبي ميداني تقابل جمهور؟ لا ميداني. طيب ميداني. شوف يا حبيبي، إذا عندك أبناء زر واحد من أبنائك اللي في رابع ابتدائي ولا ابنك اللي في ثاني متوسط ولا اللي في أولى ثانوي، زرهم في المدرسة وشوف لما تتكلم عن مبنى فيه 800 طالب أو 800 طالبة وشخص واحد معهم في غرفة واحدة مساحتها 6×5 لمدة ساعة أو 40 دقيقة، يضبطهم يعلمهم يربيهم، مرة يكتب على الصبورة، مرة يحل المسألة، مرة يراجع. أصبر أصبر، لا لا أبو خالد أبو خالد لحظة لحظة لحظة، من حقي أتكلم أرجوك. هذا لمدة 6 ساعات يقابل هؤلاء الشباب والبنات والفتيات إذا كان معلم أو معلمة، 6 ساعات طيب على مدى 5 أيام أسبوعيا. هذا ترى يبذل وقت وجهد وصحة وطاقة غير عادية، بمعنى هذا ترى إذا 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 غاب ترى 6 حصص تكون فاضية، يعني 6 معلمين يغطون عنه. هذا إذا خرج من الفصل 40 طالب يهرب خارج الفصل ويطلع في السن. لحظة يا أبو خالد، خل المدرسين الآن والمدرسات يقولون شكرا يعني إنه في حد حاسب فينا، خلنا نقول شيء من جهدهم. أصبر، لأنه كل ما بدت الإجازة أبو خالد كل ما بدت الإجازة يجيني مجموعة من المغردين في تويتر ويبدأون في الهجوم على المعلمين والمعلمات، وكأنه الإجازة للمعلمين والمعلمات شيء خارج الحسبة الوظيفية، وكأنها طيب الآن أبنائكم في بيوتكم المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، هل يذهب المعلم والمعلمة إلى المدرسة لكي يجلس في المبنى بين الكراسي والطاولات؟ هل يذهب لينظف الغبار في المدرسة؟ هل يذهب ليفطر في المدرسة ويعود إلى منزل؟ ليس هناك حاجة. المفروض أنه كل المواطنين يقولون أتمنى من وزارة التعليم في الصيف تكريم المعلمين، في الصيف إقامة دورات المعلمين، في الصيف أخذ المعلمين في جولات خارجية تدريبية خارج المملكة، في الصيف جمع المعلمين في ندوات ومحاضرات مميزة، تكريمهم، عمل مسابقات، جوائز إلى آخره. أما أنه ليش إجازتهم طويلة؟ ليش إجازتهم كذا؟ ليش زادوهم أسبوع؟ ليش يخرجون قبل الدوام؟ ليش؟ يا سيدي أنت أبنائك 3 في البيت، ما أنت قادر تسيطر عليهم في الصالة، أنت إذا زعجوك أبنائك تهرب إلى الاستراحة، فلماذا تنزعج من إنسان يقضي 6 ساعات بين مئات الطلاب والطالبات؟ لماذا الحسد على هذه النقطة؟ وبالمقارنة في ناس كثير يعني عملوا مقارنة بين إجازة الموظف الحكومي وإجازة المعلم، وجدوا أن الفرق لا يتعدى 20 أو 15 يوم، بينما الجهد المبذول من المعلم والمعلمة لا يقدر بثمن ولا يقارن مع أي وظيفة أخرى. التصحيح، المراجعة، متابعة كل طالب، تفهيم هذا الطالب، الطالب المتعثر صاحب السلوك السيء، والطالب الخلوق، والطالب المؤدب، والطالب صاحب صعوبات التعلم، والطالب اليتيم لا عناية خاصة، والطالب المشاكس، والطالب، يا سيدي يجب على كل من ينتقد المعلم والمعلمة ويحسدهم على كل يوم إجازة أن يدخل إلى المدارس ويرى بعينه ما هي الحالة الوظيفية التي يمارسونها. أما قضية التغريد تحت المكيف بجهاز جوال ما تدري وش اللي صاير في الميدان التعليمي، رجاء إلزم الصمت وتأدب مع ورثة الأنبياء. فاصل.